السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بها في صورة وعبارة ستوب موشن. وسنابها في صورة وعبارة أخبار. وسنابها في صورة وعبارة حسابات. ويطلق التفاؤل في هذا العصر الحديث ويراد به ثلاث معاني. الأول التفاؤل بمعنى الاستبشار والسرور، وهذا مستحب. ثانيا التفاؤل بمعنى الرجاء، كأن يقال للمريض تفاءل بالشفاء بمعنى أرجو الله أن يشفيك، والرجاء من العبادات القلبية المحمودة. ثالثا التفاؤل بمعنى توقع حصول المرغوب بعينه، كأن يعتقد أن هذا التفاؤل هو بذاته سبب لحصول المرغوب، فهنا مشكلة. ومن قال بالمعنى الأخير استدل في الغالب على تفاؤلوا بالخير تجدوه، حيث يظن أنه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لا يصح. ومن القواعد المهمة في مفهوم حسن الظن بالله أن لا يكون إلا مقترنا بالعمل. قال الحسن: إن قوما أساءوا العمل وقالوا نحسن الظن. إن قانون الجذب مبدأ قديم له أصل في الفلسفة الشرقية وفي الفكر الباطني الثيوصوفي، وهو قائم على أن الفكر هو الذي يخلق الواقع، وأن ما يفكر به الإنسان يتجلى عبر تحول الفكرة المجردة إلى حدث أو وجود محسوس، فالإنسان مسؤول مطلق عن حياته ويصنع قدره بنفسه. وهذا المعنى القبيح لو أبقي على صورته الفلسفية الأصلية لكان بطلانه ظاهرا، ولكنه ألبس لباسا شرعيا حتى التبس الأمر على عوام الناس، حيث ظنوا أن قانون الجذب لا يخالف الشرع أو أنه من الدين أصلا. الفأل لا يعد سببا في حصول المرغوب، ويعد من الطيرة الشركية حال اعتقاد ذلك، بينما في قانون الجذب الفكر هو المحدث والصانع. إن إحسان الظن بالله مرتبط بالعمل، أما في قانون الجذب فلا يشترط العمل. إن من يحسن الظن بالله يوقن أن عليه فعل الأسباب لا تحقيق النتائج، بينما النتيجة في قانون الجذب هي بيد الإنسان نفسه. وسنابها في صورة وعبارة أرقام ودراسات. قال مركز بيو للأبحاث المختص بمتابعة نمو الديانات في العالم إنه خلال العقود الأربعة المقبلة ستبقى المسيحية هي الديانة الأكبر في العالم، لكن عدد المسلمين سيزداد زيادة أسرع من أي ديانة أخرى. وتتوقع هذه الدراسة أن يبلغ عدد سكان العالم 9.3 مليارات نسمة عام 2050. يشكل المسلمون نحو 2.8 مليار نسمة، والمسيحيون 2.92 مليار نسمة، وهو ما يعني أن المسلمين سيشكلون 30% من سكان العالم، في حين ستبقى نسبة المسيحيين كما هي في حدود
31.4%. وأوروبا هي المنطقة الوحيدة التي سينخفض فيها عدد السكان، فيصبح عدد المسيحيين من 553 إلى 454 مليونا. وكذلك في الولايات المتحدة سينخفض عدد المسيحيين من 3/4 عدد السكان إلى 2/3 في عام 2050. وسنابها في صورة وعبارة. جولة ميدانية. متجر مؤسسة عالم غراس، متجر يهتم بالقرطاسية لفئة الفتيات بما يتناسب مع ذوقهم واحتياجاتهم، وهو يهتم بثلاثة خطوط: خط التنظيم، وخط الإنجاز، وخط المفكرات والنوتات والمذكرات. للمنتجات فريق شغوف بالجودة والإبداع. هذه التصاميم تخدم الفتيات، عباراتها محفزة وملهمة، تساعد الفتيات على الإنجاز والطموح. لديهم مجموعة من التوزيعات مثل الأذكار والألعاب والهدايا التي توزع في الجمعات والمناسبات. يقدم المتجر أيضاً التقويم السنوي والمفكرات ونوتات الإنجاز لتساعد الفتاة على بناء مشروعها وتحقيق أهدافها. المتجر أيضاً منصة صديقة تتيح الفرصة للفتيات المبدعات لعرض منتجاتهم لمتصفحي عالم غراس الإلكتروني. يتيح المتجر التوصيل داخل الرياض وجميع مدن المملكة ومحافظاتها وقراها. بيئة العمل إيجابية ونسائية 100% وبأعمار الفئة المستهدفة. يبدأ العمل بجلسات العصف الذهني، ومن ثم تحديد المنتج وتفاصيله، ثم تبدأ عملية التصميم للمنتج، وأخيراً التسويق والتوزيع له. عالم غراس. وسنابها في صورة وعبارة. دقائق من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يشكل الإنترنت خطراً على العقيدة؟ الإنترنت فضاء فكري تواصلي معرفي مفتوح، لا يمكننا أن نقول أنه محايد أو إنساني عام، بل تؤثر فيه بلا شك بقوة الثقافة الغربية الغالبة. من هنا فلابد أنه يطال العقيدة ويؤثر فيها ويخدشها، وفيه شبه تعصف بها، بل ربما تقتلعها من جذورها في بعض القلوب. لذلك نحن نركز اليوم لا على المخاطر ومنافذها وما الذي يأتي منه خطر، وإنما على صناعة الوعي وتربية الفرد وتعزيز الهوية الإسلامية. فالإنسان المسلم إذا كان حريصا على عقيدته يعمل بكل جهده على ترسيخ جذورها وعلى رد الشبه عنها في أي فضاء كان وفي أي محفل كان. والإنترنت ما هو إلا واحدة من هذه الفضاءات الواسعة التي يتم فيها تداولات فكرية مختلفة وعميقة. وسنابها في صورة وعبارة. كاريكاتير. خطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بعامة تهدد الدين عقيدة وسلوكا وأخلاقا ومنهجا. لذا كان من المهم بمكان تحصين الأبناء ضد ما قد يشوش أفكارهم، ولا سيما في المجال العقدي. ما نعيشه اليوم من انفتاح عالمي وثورة معلوماتية وتقنيات حديثة هي سلاح ذو حدين، ونشأ بسبب ذلك جيل من أبناء المسلمين يدعو إلى التغريب وإفساد الأخلاق والقيم. إجمال لأضرار الإنترنت: إضاعة الأوقات، التعرف على صحبة السوء، زعزعة العقائد والتشكيك فيها، نشر الكفر والإلحاد، الوقوع في شراك التنصير، تدمير الأخلاق ونشر الرذائل، التقليد الأعمى للنصارى والافتتان ببلادهم،
إهمال الصلاة وضعف الاهتمام بها، التعرف على أساليب الإرهاب والتخريب، الغرق في أوحال الدعارة والفساد، إشاعة الخمول والكسل، الإصابة بالأمراض النفسية، إضاعة مستوى التعليم، التجسس على الأسرار الشخصية، انهيار الحياة الزوجية. وسنابها في صورة وعبارة. رسائل: وسنابها في صورة وعبارة. في الطريق إلى فعالية. مقهى اللؤلؤ بحي البديعة مقهى مختلف، نحن في طريقنا إليه لنريكم كل تفاصيله. مقهى اللؤلؤ بلجنة التنمية في حي البديعة مشروع ينفذ كل يوم أربعاء، يستهدف الفتيات من عمر 13 إلى 25 سنة. البرنامج يهتم بتنمية الفتاة ومناقشة قضاياها. يبدأ البرنامج بلقاء مع أحد المختصات التي تتحدث عن قضية من قضايا الفئة المستهدفة حتى صلاة المغرب. للمقهى ثلاثة أهداف رئيسية: زيادة الإنتاجية لدى الفتاة، مناقشة أبرز قضاياها والحلول، رفع حس المسؤولية المجتمعية. بعد اللقاء يتم افتتاح البازار المصاحب والذي يعد ريعه لمشروع كسوة الشتاء الذي ينفذها المركز، مع العلم أن المنفذات البازار هن عضوات نادي فنار التطوعي. زاجر أحد الأركان في البازار واليوم مناسب لموضوع اللقاء والذي كان عن الصدمة العاطفية، فيمكن أن تقوم الفتاة بإرسال اعتذار أو شكر لمن تريد من هذا الركن. وزعت الحلويات بما يتناسب مع أذواق الفتيات، كما وضعت الأنواع والأسعار. ركن القهوة بجميع أنواعها العربي والفرنسي والإيطالي مع الأنواع والأسعار أيضا، ركن المشروبات الباردة المتنوعة، ركن المكرونات وهي ثلاثة أنواع: البشاميل والصلصة الحمراء والجبنة. وسنابها في صورة وعبارة. فلتر. لغة التواصل في الحياة تغيرت وتميزت ما بين أطياف البشر، أيقونة وإشارة وعلامة حملت معانيها حديثا مختصر، وتطير في الآفاق ألف حكاية لكنها صارت تطير بلا حذر. وسنابها في صورة وعبارة، جزء من الأحداث فيها مختصر. وسنابها في صورة وعبارة، جزء من الأحداث فيها مختصر. وسنابها في صورة وعبارة.